حكم مصافحة الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة؟ ما حكم مصافحة الكافر إذا كان هو المبتدئ بالمصافحة؟ ما فهمت. إذا الكافر مد يده للمصافحة هل تمد ترد عليها أو لا؟ إذا إيش؟ مد يده للمصافحة. من هو اللي مد يده؟ الكافر. إيه نعم، إذا مد الكافر يده للمصافحة فمده صافح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن ابتدائه أن نبدأهم بالسلام، أما إذا بدأونهم أو صافحونا ابتداء نصافحهم، لكن لا نمد أيدينا إليهم للمصافحة نحن. فصار الكافر إن سلم فرد عليه، إن صافح كملوا فمد يدك إليه، إن لم يسلم لا تسلم عليه، إن لم يصافح لا تصافح. خذ هذه الآية الكريمة بارك الله فيك: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما قال إذا حي بعضكم بعضا، إذا حييتم، أي واحد حيينا له أكفر عباد الله فإننا نرد عليه مثل تحيتها أو أحسن، لكن الأولى في غير المسلمين أن لا ترد عليه أحسن، رد عليه مثل تحيته، لأنك إذا رددت عليه أحسن زدته خيرا ويفرح بهذا. نعم.